صباح الخير مشاهدينا. كنا على علم بالسمارت جلاسز يلي كانت طلعته شركة جوجل بالسنتين الماضيتين، ولكن ولا مرة شفنا بعد هيك كومبيتيشن أو منافسة على جوجل بالنظارات الذكية. شركة اليابانية سوني كانت قامت بهالخطوة فينا نقول الجريئة يلي طلعت فيها من كم يوم، أنه أصدرت عن جهاز نظارات ذكي سمته تحت طبعا اسم سوني اي جلاسز، يلي هو كمان بيتضمن نفس فكرة الحقيقة المعززة من شركة جوجل، يلي هي مستوحاة من نفس التكنولوجي يلي طالع منها الشركة الأمريكية. ولكن الفرق بين هيدا الاي جلاسز الذكي او النظارات الذكيه من شركه سوني هو انه بيتضمن الجرين مونوكروم او يعني المعلومات اللي بتطلع على هالشاشه يلي بتنلبس على نظارات العين هي معززه من الجرين مونوكروم، فيها وايرلس ترانسميلز وبنفس الوقت بقلبها كاميرا 3.0 ميجا بيكسلز وجيروسكوب وبنفس الوقت بقلبها لايت سنسر بيقدر يشوف الضوء وحساسية الضوء اللي عم تشوف فيها. وبنفس الوقت هو هيدا النظارات الذكية بيقدر يتعامل مع البرنامج الاندرويد يلي كمان تحت صناعة جوجل. هالباتري او البطارية الخارجية يلي هي موصولة فيه وايرلسلي لاسلكيا كمان تتضمن الكاميرا وحتى تتضمن السنسرز الحساسات اللي بتقدر الحاسة تقدر تشوف اللمس وحتى بتعمل فيس ريكوجنيشن. وعم تشوف هون الجرين مونوكروم اللي كنا عم نحكي عنها هي تحت خصائص الاوجمانتد رياليتي يلي عم تسعى وراها شركة سوني لتصير موجودة بخلال شهر 4 من السنة المقبلة. مثل ما عم نشوف هون يعني الزوايا يلي هيدي النظارات الذكيه عم بتزيد فعاليه المعلومات على الحقيقه اللي نحن عاده يعني خلال اليوم نشوفها. وكانت قامت بصعوبات كثير واجهتها شركه جوجل من وراء هيدي النظارات الذكيه يلي قدرت فجاه بس بيومين تطلع فيها الجوجل جلاس. كيفك؟ جود جود جود. كنت شفتي او سمعتي خبر يعني رده الفعل وقتها كان حدا عم يلبس الجوجل جلاس بامريكا وشافوا قديش هذا الشخص غريب على لباسه وقاموا في عالم انضربوا من وراء هيدا لانه حسوا منه كثير برايفت ولا حسوا انه عم بشوف معلومات زياده عنه فما قبلوا يتقبلوا هيدي الفكره. مش جن هو المستخدم ولكن العالم يلي كانت عم تتعامل مع هذا الشخص حسوه غريب وشكله غريب. وبعد في يعني مثل ما بنشوف هيك تأقلم صعب عم بيصير مع هيدي التكنولوجيا السريعة والغريبة يلي بتقدر تدمج بين الحقيقة والحقيقة المعززة يلي هي بتعطي كمان هيك نوع من الغرابة. يعني تخيل أنا عم شوفك وعم شوف كل شيء معلومات عنك والفيسبوك تبعيتك من خلال هيدي هي بسموها شو انفيجن اوف برايفسي يمكن معلومات مع كثير أمور. يعني شركة سوني عم تجرب تفوت على هذا المجال وتجرب تكسر وتكثر من هيدي المعلومات. كانوا عم بيستخدموها هيدي أكيد كمان بالمواد يعني غير الطبيعية خلال يومنا وحتى تستخدم بالمواد يعني المهنية حتى أو بالمهنة تبعيتنا إذا كانت بأي مجال مختلف. يمكن بالعمل بيتفهم الواحد أنه ليش ممكن يستعمل هيك تكنولوجيا، ولكن على الصعيد الشخصي أكيد الواحد لازم ينزعج. أكيد يعني أنا بشوف حدا حاطط سمارت آي جلاسز عم بيطلع فيه أو مثلا معقولة عم بيعمل لي ريسيرش بحس حالي مزعوج شوي. ما في داعي تحكي مع الشخص لأنه كل المعلومات موجودة أمامك وأكيد أنا ضد هالشيء 100%. أنا معك. المعلومة الثانية اللي عنا إياها كمان كانت قامت فيها شركة
ناسا الشركة الفضائية الأمريكية هي عن بدلة فضائية. قديش نحنا كنا بنشوف البدلات الفضائية بذهننا كبيرة وضخمة وصعب نتحرك فيها، والشركة المؤسسة الفضائية الأمريكية كانت طلعت بفكرة حلوة كتير، هي أنه تخفف هيدا الحجم وتزيد من ليونة هيدا البدلة الفضائية من خلال رواد الفضاء يلي قاموا بالتعاون مع علماء فضائيين وحتى رواد فضاء يقدروا يطلعوا بفكره حلوه كثير بهيدي البدله من خلال كبسه زر بس. بنقدر نحن نغير تقريبا هيدي البدله من رسترات صغيره بتتبدل الحراره وبتكون هي ممطوطه او بتكون على حجم معين، ولكن اول ما تاخذ هيدي الحراره هي مطاطه اكثر شوي، يعني الاستيك شوي الاستيك اكزاكتلي هيدي يعني التكنولوجي يتحركوا شوي اكثر بحريه او تكون الحركات طبيعيه اكثر. ايه اكزاكتلي هي عم نشوف. اول شيء فكره كانت طلعت بال 1960s، كانت طلعت هذه المؤسسه الفضائيه انه تقول انه دائما نحن لازم نكون عندنا بدله فضائيه اخف ولا بنقدر نتحكم فيها اكثر. طلعت هيدي الفكره من خلال نوع من الجلد، اكتشفوا انه الجلد هو اكثر شيء صلب ومطاط، فهيدي البدله المطاطيه لازم تكون يتخلى نوع من الفابريك وهذا الغشاء يلي بيقدر يكون فلكسبل. فطلعوا بفكره هذا الرسور الالكتروني اللي عم نشوفه كيف يعني بصير في فلكسبيليتي فيه وبيقدر يمطط حسب الحراره اللي تدخله من خلال هيدي كبسه الزر. اول ما يلبس على الجسم بتتمدل له هيدي الحراره وبياخذ حجم الجسم تلقائيا. حلو. وهيك ما بيدخل له اي ضغط جوي فضائي اللي بيكون بالجو، وبنفس الوقت بيقدر يحمي الحراره من خلال نوعيه هيدي البدله، وبنفس الوقت ليونه هيدي البدله. ومع الوقت كمان يعني هون بنستغني عن ضخامه البدله القديمه، ولكن بتبقى عمليه كثير وعم نشوف صعوبات يعني التحكم بحرارة هيدي الرسترات الصغيرة، وبنفس الوقت عم نشوف نحن أولوية هيدي البدلة هي أنه تغني عن الحجم والتحركات، وممكن نشوفها عم تبلش هيدي المؤسسة الفضائية تستخدم هيدي البدلة خلال السنة الجاي. حضرت فيلم جرافيتي؟ اكزاكتلي هذا متاخر. بداية تعرفنا على عالم الفضاء وعلى حياة اذا بدك او نمط حياة رجال ونساء الفضاء لما بيكونوا بمهمة فظيعة. كان الفيلم كثير حلو جرافيتي، وحتى في كثير افلام كانت متاخذة هذه الفكرة، وفي مؤخرا كان فيلم Guardians of the Galaxy كانت نفس الفكرة متاخذة من هذه البدلة، انه بنشوف لابسين بدلات على قد الجسم، ولكن تعرفنا على ادق التفاصيل بهالبدلة وبحياتهم كيف بتكون داخل هالسبيس شيب. صح صح 100%. الفضاء عالم واسع، عالم واسع، والتوصل له كمان يوم بعد يوم عم بيصير حديث اكثر، وعم نشوف معلومات اكثر واكثر عن عالم الفضاء. الفكرة الثالثة هي فكرة مهضومة كثير اللي كل بحب المدموجة بين الفن وبين التكنولوجيا. كلنا بنعرف نحن حتى هلا على السنين الجديدة هنتوصل لتكنولوجيا السيارة اللي بتقدر تسوق لحالها الأوتوماتيكية، يعني فينا نقول هذا من خلال كمان بلشنا نسمع هالخبر يمكن من فترة عم بيطوروها وكانت شركة أودي كانت أخذت رخصة من وكالة السيارات بكاليفورنيا لتقدر تستحوذ هذه الرخصة لتشوف تقدر تسوق بالشوارع بكاليفورنيا. كان الفنان دومينيك ويلكوكس بخلال هيدي الفكرة مستوحاة من انه السيارة بتقدر تسوق لحالها مثل تيرتل كبيرة. اكزاكتلي هي 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 بس ما تكون بطيئة مثل لا هي فكرتها انه السيارة مدموجة او مثل ما نشوف بقلبها ازاز ملون على شكل كثير غريب كاتدرائي. كاتدرائي عفوا ليش شكلها هالقد غريب؟ هي كاتدرالي انه هو مثل كانه نايم بقلبها الزلمه مثل دوم، وبتنفتح على الهيدروليكس وبكون السائق بقلبها نايم. ومع الوقت انه هيدي فكره مستوحاه انه مع الوقت ممكن يكون هيك السياره توصل مثل ما عم نشوف على الصوره انه مثل كانه اكزاكتلي مثل ما عم نشوف كانه السائق نايم والسياره هي بتسوق مكان فيه
وعم نشوف انعكاس الزجاج. لك هاي منيحة لإلنا بلبنان لأنه ياما بنخفى على الطريق قد ما بيكون في نطرة وعجقة. ما هو هيدا الفكرة الفن من وراه إنه مع الوقت حتصير السيارة صرنا براد صغير وخلص ما في داعي نترك السيارة. ما في داعي نترك السيارة وهيدي نايم بقلبها. وحتى ليك الديزاين تبعه كتير حلو، مستعمل هو الإزاز يلي كمان مثل ما ذكرنا مستوحى من ما كثير استوعبت ليه بده يكون نايم مغطى لأنه السيارة إذا كان بالسيارة يعني بده يروح لمحل آخر، يعني عنده هدف. ايه بس هو خلص ما بيعطى الهم. لا اذا كان مشحوط من البيت that's a different story. هي الفكرة هيدا الفنان انه مع الوقت نحن بنكون ما عاد لنين هم السواقة، لانه هاي السيارة بتكون ذكية كثير لتسوق فينا لحالنا. وطلع هيدا بقلب هذا المعرض الفني يلي موجود بلندن ديزاين ويك، انه نحن ما بحاجة لنقدر نهتم بسواقة السيارة. ثانك يو لك جاد، معلومات هيك بتسلي وكمان ممكن نستفيد منها اذا مش هلا يمكن لاحقا. شو رايك نشوف انا وياك شو حاملين الابراج اليوم؟ ضروري ضروري بكي هيك بناخذ فكره عن كيف رح يكون الويكند لنا ولكل المشاهدين. صباح الخير كريستال، كيفك اليوم؟ منيحة أنت؟ Good. Oui. أنا بعرف إنه كل المشاهدين ناطرينك خاصة اليوم حتى ياخذوا فكرة عن كيف راح تكون أجواء الويكند عندهم، وإن شاء الله يكون عندك أخبار حلوة لنا كلنا. أكيد. يلا تفضلي كريستال.